يا الله من الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت سبباً في هداية الناس، رجل اسمه ثمامة بن أثام، هذا كان كافر وكان يقاتل المسلمين وكان من ألد أعداء الإسلام، ثم أمسك به الصحابة رضي الله عنهم وجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثق داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل في مسجد الرسول ثلاثة أيام داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا ثمامة، أكرموا هذا الرجل الذي يعتبر عدو، أكرموه. فكانوا يعطوه من الحليب ويعطوه من الطعام، ومر اليوم الأول فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يا ثمامة، ما تظن أني فاعل بك؟ لماذا لم تسلم؟ فقال: يا محمد، ولم يقل رسول الله لأنه لا يؤمن بأن محمدا في ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا قتلت بعض أصحاب، فإن قتلتني فلك الحق، وإن تعفو تعفو عن كريم، وإن تطلب الفداء تطلبه من غني، يعني سأفدي نفسي بما تشاء. وهو سيد من سادات اليمامة، وكان رجلا ثريا وغنيا ومسموعا في قومه. فمرت المرة اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه بنفس الكلام، لكن الذي أدهش ثمامة بن أثام معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام رضي الله عنه. فبما رحمة من الله لنت له، رحمة أعطاها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم تعامل بها مع أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، يعني جذب قلوبهم إليه عليه الصلاة والسلام. فكان ثمامة ينظر إلى هذا التعامل ليس مرة واحدة في اليوم وليس يوما واحدا في الأسبوع، وإنما خمس مرات الصحابة رضي الله عنهم يأتوا إلى المسجد يتدفقون ليلبوا نداء الله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ويتقابلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقابلهم بالابتسامة والكلمة الطيبة والنصيحة الطاهرة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، يمسح على رأس اليتيم ويعين الضعيف ويناصر القوي. هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وثمامة بن أثام الذي تعود أن يقود قوما لم يتعامل معهم بالرحمة، بل تعامل معهم بعلو وبأنفة غير ما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، لا يريد أن يسلم، أطلقوه. ففك القيد من ثمامة وذهب إلى خيل أو إلى نخل قريبة من المسجد، ثم عاد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. أتعرفون لماذا أيها المسلمون؟ قال: ما أردت أن يظن أحد بأن ثمامة أسلم خوفا من القيد، وإنما آثرت أن يكون إسلامي كاملا لله سبحانه وتعالى، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل المعاملة الرحيمة الطيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، والله لقد كنت أبغض الناس إليك، والآن صرت أحب الناس إليك، وكانت بلدك أبغض البلاد إليك، أي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصارت بلدك أطهر وأحب البلاد إليك. قال: وكان دينك أبغض الأديان إليك، فصار أحب الأديان إليك، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المسلمون، فتش قلبك وانظر هل فيه رحمة، إن لم اشتغل على هذا الأمر قبل أن يأتي يوم تبحث عن رحمة الله سبحانه وتعالى فلا تجدها.